تحكي لي كل شيء من الاول حتى علاش جلستي هنا في هذا الكرسي. اول مره الدنيا تسي بدي كل شيء واحكي لي اي حاجه. اول مره كنت في الدار وجات عندي ماما قالت لي اجي ديري الرقي حيت واحد الراجل حدانا كيديرها. قالت لي يقرا عليك غير شويه القران وصافي. زيدي مشيت قرا لي شويه ومن ثم ما بقيتش عارفه كيفاش نقرا. زيدي صافي من ثم وانا مخنوقه. زيدي وليت كنخاف وملي كنشوف شي واحد داير اللحيه ولا شي حاجه قلبي كيبقى يضرب. زيدي وملي كندير الرقيه كنحس بالخنقة. زيدي ما كنقدرش نهضر. زيدي صافي بقيت ديما كندير الرقية. بقيتي كيفاش؟ بقيتي ديما كندير الرقية. زيدي صافي حتى كنقول راه تشافيت كدوز مدة وكنعاود نرجع عاوتاني لنفس الحال. عاوتاني كندير الرقية كنرجع كما كنت. اخر مره كان العيد فقت في الصباح ونسيت راه كاين العيد. فيقني خويا وقال لي نتي تغسلي وجهك وهذا. فقنا وفطرنا مشيت حضرت على واحد جارنا ذبح الحولي. منين ذبحو عجبني عجبني كنت بغيت نذوق صافي. ونهار قلت لا ومشيت في حالي عادي. عاوتاني طلعت لدارنا لقيت الوالد ديالي تاهو غادي يذبح وشفت مين ذبح. عاوتاني عجبني داكشي وهبطت نعست ومنين وصلت لوقت الماكلة ضحك معايا خويا أحمد. معرفتش علاش انا جاتني البكية بقيت كنبكي 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 بزاف. هبط جلست وكنبكي بوحدي. منين جا لعندي قال لي سيري طواليت غسلي وجهك راه غير ضحكت معاك. دخلت للطواليت وانا نطيح طحت على وجهي وشي حد بقى كيضرب ليا راسي مع الارض. بقى كيضرب ليا راسي مع الارض مع الارض مع الارض ويدي ورجلي مكتفين بحيلة كنضرب كنضرب. شوية بديت كنسمعهم كيقولوا لي حلي لينا الباب. عاد حليت الباب طلعت بقيت كنبكي وكنغوت وكنقول لهم نتوما مكتحملونيش غنمشي في حالي غنمشي في حالي. بقيت كنبكي شوية مبقى كيبان ليا حتى شي حاجة وليت كنشوف غير الظلام. كنقول لهم شعلوا الدار ما بقى كيبان ليا والو. صافي هما يديوني عاوتاني عند واحد راقي دار لي رقي ودار لي الحجامة من هنايا هكاك ما شفت والو. مشيت عطاني واحد الزيت وما ورد قال لي بقى يديرها من عينيك ولا السر الحر وما عرفتش السر بزاف. بقيت كنديرهم وهكاك ما شفت والو. حتى دازت يومين عاد شفت بعين وحدة. عاوتاني رجعوني عندو بقى كيدير ليا الرقية وكيدير ليا العسل في عينيا وكيقرا ليا حتى شفت بعيني. واش شفتي؟ رجعت شفت. شوف رجع لك زيد. ومن رجعت للدار هادي دخلت للدار ما بقى كيبان لي عاوتاني والو. طلعت الفوق طلعوني خوتي لواحد الصالة فيها الشارجن محلولين هو يبان لي الضو. ملي كنطلع من الشارجن كيبان لي كلشي. ملي كندخل الدار مكيبان لي حتى شي حاجة. عاوتاني عيطو لهداك الراقي اللي كنت عندو وجا لعندنا للدار وطلعوني السطح حيت في السطح كنشوف.
جالسه تما حتى رش الدار كاملا بالماء فيه الملحه وما عرف شنو دار تما وهبطت وصليت وبقيت هذيك الليله حتى ما عرفت امتى كاك مشفت ديك الليلة وتاني رجعت نشوف شوية ويجي خويا كيقرا عليا القرآن بزاف شفتو دايز ونتخلع وشافتني بحال السخفة جا حدايا وجلس حدايا وقلتلو متجلسش حدايا وشدني خنقة عاوتاني وبقيت كنترعد وشوية سخفت وبقيت عاقلة على والو شوية عاوتاني شفتهم جابو داك الراقي وكلهم شادين وكيضربوني انا كنحس بيهم كيضربوني وهما كنقول لهم حبسوا ما بغاوش يحبسوا صافي عاوتاني تهدمت وبدوش وليا وطلعت وتسكيت ورحت كما كنت شويه بزاف الحاجات ما كنبقاش عاقله عليهم شي لقطات كنبقى عاقله عليهم شي حاجات ما كنبقاش عاقله عليهم لازم كنكون جالسه شويه حتى ما كنبقى عاقله على والو تلقاهم كيفيقوني صافي بقيت هكاك حتى جينا المجد البارح منين جينا هدا وليت كنعقل على شنو كندير من الصباح حتى الليل اما ملي كنصفغ النيطره مكنسكن كنعرفش راسي كيفاش دوزت النهار الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم
بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا ويحق الله الحق بكلماته.
في أعتاب المنازل. اللهم بطل سحر رش في أبواب المنازل. اللهم بطل سحر رش في زوايا المنازل. اللهم بطل سحر رش في أعتاب المنازل. اللهم بطل سحر رش في أبواب المنازل. في زوايا المنازل. اللهم بطل سحر رش في أعتاب المنازل. اللهم بطل سحر رش في أبواب المنازل. اللهم بطل سحر رش في أعتاب المنازل. اللهم بطل سحر رش في أعتاب المنازل. اللهم بطل سحر رش في أبواب المنازل. اللهم بطل سحر رش في زوايا المنازل. اللهم بطل سحر رش في أعتاب المنازل. اللهم بطل سحر رش في أبواب المنازل. اللهم بطل سحر رش في أعتاب المنازل. اللهم بطل سحر رش في أبواب المنازل. رش في زوايا المنازل. رش في أعتاب المنازل. عليه جني عليه جني عليه جني يعشقها جني يحبها جني بسحر عظيم جني عاشق للدم جني أحب الدم جني عليه جني سحر عظيم رش في أعتاب المنازل عليه جني سحر عظيم رش في أبواب المنازل عليه جني سحر قديم رش في أعتاب المنازل عليه جني 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 وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين وهارون ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين ألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين ألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون رب موسى وهارون ما جئنا
سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله أجيبوا داعي الله 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 ما لكم لا تنطقون
تختم على أفواههم وتكلمنا وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وميزه منهم على أمرنا نقوم من عذاب السعير. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وميزغ منهم على أمرنا ندخل من عذاب السعير.
السعير إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين ألا تعلوا علي بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون أجيبوا داعي الله وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولئك في ضلال مبين أولئك في ضلال مبين اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم أسحر هذا أسحر هذا أسحر هذا أسحر هذا ¡Gracias!
كل عين نظرت وما ذكرت نظرت وما مركت نظرت وما قالت ما شاء الله نظرت وما قالت تبارك الله اللهم اغفر حظها اللهم ابعد حظها بسم الله تبقل كل عين عليها جن بسم الله بسم الله تبقل كل عين عليها جن بسم الله تبقل كل عين تبقل كل عين عليها جن تبطل كل عين عليها جن تبطل كل عين اشتغل بها جن أمرض بها جن عذب بها جن اللهم اغفر حظها وابرد حظها وازل أذاها وضررها وشرها اللهم اغفر حظها وابرد حظها وازل اذاها وضررها وشرها اللهم اغفر حظها وابرد حظها وازل اذاها وضررها وشرها ام يحسدون الناس ام يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل على ما آتاهم الله من فضل على ما آتاهم الله على ما آتاهم الله من فضل فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا تبطل كل عين وحسن من الأقارب عين وحسن من القريبات عين وحسن من الأقرباء عين وحسن من الأقارب عين وحسن عين عين وحسد عين وحسد عين اللهم اغفر حظها اللهم ابرد حظها وازل يا رب اداها وضررها وشرها بسم الله وبامر الله تبطل كل عين عليها جن تبطل كل عين عليها جن تبطل كل عين عليها جن تبطل كل عين دخل بها جن تبطل كل عين سكن بها جن تبطل كل عين عمر بها جن
عذب بها جن عين. تبطل كل عين، تبطل كل عين، تبطل كل عين، تبطل كل عين أصابت عقلا فبلد، أصابت علما وذكاء فسحقت فلحقت فضيعت. تبطل كل عين، تبطل كل عين، تبطل كل عين، فاجرا فاجرا فاسقا. اللهم اطفئ حرها، اللهم ابرد حرها، وازل اداها وضررها وشرها. اللهم اطفئ حرها وابرد حرها، وازل اداها وضررها وشرها. اللهم اطفئ حرها وابرد حرها، وازل اداها وضررها وشرها. اللهم اطفئ حرها وابرد حرها، وازل اداها وضررها وشرها. اللهم اطفئ حرها، اللهم ابرد حرها، وازل لداها وضرها وشرها. اللهم اطفئ حرها، اللهم ابرد حرها، اللهم ازل لداها وضرها وشرها. يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، ويقولون إنه لمجنون. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، ود كثير من أهل الكتاب حسدا من عند أنفسهم، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، حسدا من عند أنفسهم، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، حسدا. ود كثير من أهل الكتاب يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، 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 حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، حسدا، حسدا من عند أنفسهم، حسدا. تبطل كل عين وحسد، بسم الله تبطل كل عين وحسد، بسم الله تبطل كل عين وحسد، بسم الله تبطل كل عين وحسد. عين وحسد، عين وحسد، بسم الله تبطل كل عين وحسد. عليها جني دخل بها جني، أمرض بها جني، عذب بها جني، عطل بها جني. اللهم اطفئ حرها، اللهم ابرد حرها، وازل يا رب ازل اداها، وشرها. اللهم اطفئ حرها وابرد يا رب حرها، وازل اداها وضررها وشرها. اللهم اطفئ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من كما تشاء قل اللهم مالك الملك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تؤتي الملك من تشاء المنازل
بالمنازل وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون 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 واش نطلبوا منك دير بعيدا على شكون صيفطك اسيدي ما نسولكش هذا السؤال ماش تبغي تقول لي بطبيعه الحال واش نطلبوا منك دير شنو نطلبوا منك دير لا الناس اللي صيفطوك واش نطلبوا منك دير لا ما تبقاش تقرا مزيان زيد وتبقى في الحجم الصغير كيف زعما تبقى في الحجم الصغير هي كبيرة وتبان صغيرة هي دابا كبيرة في اللاج ديالها وتبقى تبان الناس صغيرة في عقلها وفي الجسد ديالها زيد دابا انت دخلت مثلا باش تشوه الجمال ديالها دخلت تشويه الجمال والدراسة زيد وبزاف زيد تفضل هذا ماشي مشكل خذ راحتك بارك عليا قلت ليك ازالك تلعب ولا خويا الصغير هو اللي كيلعب اللي معاك هنايا انت سميتو ميمون كي سميتو حسام مزيان دابا اخوك الصغير هو اللي موكل باش يردها تبقى تبان كطفله مش عارف عمرها دابا حاليا حنان لا لا هي مش عارف عمرها هي سميتها حنان مش عارف عمرها 18 وكتبان العقل ديالها غير ديال وحده عندها 14 عام 13 عام هكذا اخوك هو اللي خلاها دير التصرفات خوك هو اللي خلاها دير التصرفات تبان صغيرة دابا خوك موكل باش تبقى تبان صغيرة ما تقراش تبقى تبغي غير تلعب تبان صغيرة على اللاج ديالها وانت انا كيعجبوني عينيها يعجبوك عينيها كيعجبوك عينيها حمو يعجبو غير عينيها صافي
والسحر داروه في الدار. مثلا بغاو تخرج الطريق مثلا بغاو تخرج للزنقة طيش من الدار، ما تبقاش جالسة في الدار. زيد حيت هي ما كتخرجش للزنقة وما كتجلسش مع البنات ديال الزنقة، هما بغاوها دير دوك الصوالح. بغاوها تخرج الطريق. وهاد الشخص هذا اللي دار هاد الشيء غير من العائلة؟ مزيان ماشي مشكل، مبغيتش تقول ماشي مشكل، ما تقولش. واخا هاد السحر رشوه عند الدار زوج ما هادي اللي دارت هادشي فعايل نساهل هما اللي فيهم هاد الخدايم. هادو الراجل ما يديرش هادشي، هادو تكون غير شي جارتها. هادي جارتها انت باش عرفتي؟ انا غير كنقول احتمالات فقط. هادشي اللي ربما غادي يكون فيه انت شي واحد اللي غتحسدها، بحال مثلا خالتها ما تبغي بنت اختها تخرج الطريق، عمتها شويه صعيب كنستبعدوا هاد الاشياء كاينه ولكن كنستبعدوها. خالتها عمتها صعيب انها تبغي تخرج الطريق، بنت خالتها بنت عمتها شويه، لكن اكبر الاحتمال تكون جارتها، تكون رشت شي حاجه في الدار تصفيقات ياك. هادشي رشاتو في الدار، في الدار وماكله وشاربه. كلات شربت ورشت جبانه جبانه. فكاش داروا هادشي هذا مده طويله؟ هاد العام شفتو هذا عام 2019. زيد زيد بدا في 2015 في ديك الوقيته ندار لها هذا السحر. دابا البنت كانت كتقرا مزيان، كانت بعقلها، واخا كانت في ذاك الوقت صغير على هذا اللاج هذا. واخا كانت عندها 13 عام كان عندها عقل ديال الناس الكبار. واخا كان عندها في اللاج 13 عام كان عندها عقل ديال الناس كبار، ودابا كي كبرت ودارت 19 18 عام وانتم توكلتوا بهذا السحر هذا صغارت على اللاج اللي كانت فيه قبل من 2015. هادشي كاين الحاجه. حاولي تهضر لي شويه على بنتك. هي مابغاش نهضر الخمسه تقول لي شحال هذا. هي نجحت في التاسعه وقع لها هادشي. ملي نجحت في التاسعه وقع لها دابا هاد السحر دار ولا هو شي؟ نجحت في التاسعه حنا ما عرفنا والو، كنا كنضربوا دابا حنا عند خوتها كانت كتمشي كان كديروا داك الشيء على خوتها بحال ما يتحاملوش. واحد الدري تابعه ما يخليه تكون جايه في المدرسه كيقول لها امك زيدي عشك تشوف في المدرسه وعليك تشوف فوق عليك تشوف فوق عليك تشوف ديما ضاربها ديما جايبها ديما مخشم عليها. السلام عليكم. يعني مقصحين معها بزاف، مقصحين معها بزاف. يعني ما غادي نقولوا خلاوها تولي بنت الدار بيو ما تخرج ما تدرج ما الدراري كيشوفوا داك الشيء في الزنقه كيقولوا حتى هي من المدرسه طيرت على الدار حالا قوتي ما تخرجيش. وهذاك الشيء صار من هالعام التاسع. العام قرات ما نجحش، العام الجاي هذا العام ما نجحش. فيما كنهضر كنهضر على صيدر هو كلشي. دابا راه تقرا في التاسع؟ لا راه ما نجحش هذا الدور عندك. راه هذا العام العام الجاي كنا كنقعد الباك. العام الاول سقطت في الباك. العام سقطت في الباك. لا في السيزيام. السيزيام ما خليتهاش تقرا. كيوصلوا الامتحانات كيخصني كيوصلوا الامتحانات كيخصك تنعسها. يا الله وجيب طبيب نفسي يحلل في هذا الشيء. كيوصلوا الامتحانات داوها الطبيب النفساني. عاود 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 داوها الطبيب النفساني. واش قالها الطبيب النفساني؟ واش قال لها دابا داها الكيلو وهكاك ما فيها بوالو حيت انا مازال معاها اخويا مازال معاها. يعني دابا داوها الطبيب النفساني على اساس كيوصلوا الامتحانات في الباك يجيها النعاس. غير وصلوا امتحانات في الباك الناس الناس. دابا انا ملي وقع لها شي من شعبان وقع لها شي من مرضت دابا انا عادي هي داتها كتهبط كتنقص كيجيو دابا الجوال بحال وجهك يقول لك مال بنتي واش مريضه اش فيها؟ لا عادي بنتي لا بنتي ناقصه شحال ما بقاش كيما كانت حنا عام على القرايه عام على القرايه عام على القرايه وهي داك الشيء فيها كينقصها في داتها في لحمها كتهبط. حنا اللي كناكلو ماشي هي. نتوما اللي كتاكلوا ماشي هي. كتهبط عييت دوز تدوز الاولى والثانيه مصايب بحال هكا شحال كتمشي تخلي داك الدواء ما كتبغيش تشربوا لي. واخا هادشي قلتو
كان هذا الشيء كان معروف، كان معروف بانه كاين ثلاثه ديال الاسحار معكول مشروب مرشوش، كان معروف بلي جارتها هي اللي دايره هذا الشيء. هذا كنتو عارفين هذا الشيء؟ كنت دور فيك كتقول حيت دابا شوف من شعبان ما تميلش حتى شي حاجه شي وحده اخرى، تميلش على هذيك النيت اللي قال في الاول باقا فيها الاول، ودارتنا حتى في العرس ديال حمل ولدي. دارت سم العرس ديال حمل ولدي شي يجيبو يشوفوها في العرس ديال حمد، دارت الحنان شات في الباب هي اللي هضرت ودخلت للدار هي الاولى. جارة هادي جار قبالت بحال صاحبتك الصديقة ديالك الصديقة ديالي الصديقة ديالي ولا انا وياها المهم جارتي ما بينك ما بينها شي حاجة انا وياها عادي. يعني انت شتي شي حاجة في الشتا؟ لا مشيت. وشكون اللي قال هاد الهضرة؟ كتقول على الفرق تقول يا جا في الاول عرفتي في شعبان من مرضت مرضت كتقول لك فلانة راه ولد البارح شتي فاش غوت لك حمد راه انا بلي نعست بحال تشكي حدايا ونوضت تيست وغادا عندها عريانة عمنا قالت خلينا نمشي عند خالتي عاد تقول لي شي حاجة. الساعة انا اللي عيطت لي بغات تقول لي شي حاجة. انت؟ اي عبر السبب وش بغات تقول لي؟ اسمع بغات تقول لي شي حاجة لي واخا دابا ان شاء الله دابا بغيت نسالك وبغيتك تجاوبني. انا مش باغي نعاديك مش باغي نضربك مش باغي والله ما باغي ندير لك حاجه صدقني في هذا الكلام اللي كنقول لك. دابا انت واش راه عندك شي حاجه على هادشي اللي كدير كتخلصك؟ واش كدير لك لا حط هذاك قول لك اش كدير واش كتعطيك؟ دابا نعطيك مثال، اي واحد كيقوم بشي عمل عنده اجر. دابا انت واش هو الاجر ديالك على هادشي؟ كدير لي خاطري مثلا مش كدير لك كتشعل لي الشمع نهار الخميس. كتشعل لك الشمع نهار الخميس كتذبح لي فروج كحل صبر صبر تشعل لك الشمع نهار الخميس تذبح لك فروج كحل زيد 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 لا ما كانك الله يتوب عليك الله يتوب عليك امين كاع بغينا الله عز وجل يتوب علينا ماشي غير انا قلت لك انا غير انت حتى انا بغينا الله عز وجل يتوب علينا كاملين ويهدينا الى صراط سوي مستقيم. واخا انت يهودي انا ما عندي حتى ديانة وعلاش كتذبح لك بالضبط كدير لك الشمع نهار الخميس؟ كيعجبك الشمع ونهار الخميس واخا كتامن بالله عز وجل كتعتقد بلي الله كاين؟ لا يعني انت ما كتامنش كاع بان الله عز وجل خلق الخلق كتشك كتشك بزاف ولا غير شويه؟ كنشك من نهار عرفت حنان. واش عرفت ملي علاش بالضبط قلت لي من نهار عرفت حنان وانا كنشك؟ يعني من نهار دخلت لهذا الجسد ديال هذه البنت وانت كتشك علاش بالضبط؟ هي اللي خلاتني نشك كتخاف من الله بزاف. كتخاف من الله بزاف وانت دابا ما معتقدش بان الله كاين وكي دخلت فيها لقيتها كتخاف من هذا الاله اللي انت كتعتقد ما كاينش بديت كتشك بلي يقدر يكون موجود هذا الله عز وجل. زيد بزاف الحوايج تبدلوا فيا من عرفت مثلا عرفت بلي الناس واخا ما كيكون عندهم والو كيبغيو يكونوا فرحانين نفهمك انا شت انا نفهمك اكثر ما راك فاهم راسك. تفضل تفضل انت فيك الخير انت باقي فيك الخير انت لربما من دوك اللي وجدنا اباءنا. سير سير كمل زيد من اول مره مشيت عندها حاول تقرب باش نسمعك مزيان طاف علاش درت لك باش نسمعك كنبغي ديما نعمر لها راسها باش تعمر لها راسها باش دير شي حوايج خايبين مثلا تحيد الحجاب زيد تلبس حوايج عريانين بغيتها تخرج الطريق بنات لاخرين بغيتها تولي فاسده وما بغاتش الحمد لله كتخاف من الله بزاف زيد يعني درت المستحيل خدشت لها في الدماغ ديالها في الراس ديالها اي 3 سنين 3 سنين وانت تكافح
ولا بغات تحيد داك الحجاب وتولي لنا. وهاد الثلاث سنين، هاد الثلاث سنين كلها شحال من دجاجه كحله ندبحت فيها؟ بزاف كواره نتاع الدجاجه. شحال مش مشمعه ضوات ما شاء الله، كل خميس راه شحال كضوي لكم شمعه في الخميس؟ بزاف، ثلاثة أربعة خمسة، كي دايرين كوح الحومه هي وقالتها واخ. المهم نقولوا هاد الثلاث سنين شحال مفرج كحل تذبح وشحال مشمعه حمراء تقربا لك باش تلبي داك الطلب ديالها وتشوف بنتها. ولكن جينا في واحد الحاجة واه ضعفت ولات بحال بنتها. كيفاش ولات بحال بنتها؟ ولات تسمع لها بزاف، تدخل عندها للدار بزاف؟ واش ولات بحال بنتها ضعيفة؟ ولات عندها وشي بنتها ضعيفة؟ عندها بنتها عندها أكثر من 30 عام. وبغات تردها بحالها وهي ردتها بحالها. ولكن اسمعني دابا هي الى ضعافت علاقتها مع الله عز وجل تغيرت؟ الى ضعافت هي اصلا كما كتهتم واخا اسمعني الحمد لله كتهتم بان الله خصو يرضى عليها وتقدر اللباس الشرعي ديالها تقدر الحباش ديالها وتكون عندها علاقه مع الله زوينه. واخا دابا بالله عليك الاساس في التعطيل كله هو الضعف ولا هو تخرج الطريق؟ تخرج الطريق. يعني الاساس اللي هو تخرج الطريق ما تمش، مازال كنحاولوا. مش حال مدة وانتم كتحاولوا مدة طويلة دابا؟ طويلة، ولكن انا ولات عزيزة علي هذا، وليت باغي تخرجها الطريق، مبقيتش بغيت نعاون الاخرى الساحرة جارتهم. وشو وليت باغي؟ نبقى غي معاها. معاها غي هي لوحدها؟ ولكن اللي كيبغي شي واحد كيأذيه. اللي إلا كنت كتبغي شي واحد خصك تأذيه. جاوبني، إلا انت حقا كتبغيها تأذيها؟ لا. واش الرمز ديال الحب كيجي موراه الأذية؟ لا. واخا دابا انت بالله عليك ولكن تفضل تفضل راه هي دايرة لي السحر، وإلا ما تحيتش ما نقدرش نحبس. عاود لهاد الكلام اللي قلته. هي بشربها دم الحيض ديالها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. والدفال مشرب هاد الدفال ديال الكلب؟ هاد الجوج اسمو دم الحيض ديالها والدفال ديال الكلب. شي حاجة أخرى ليش؟ حاجه اخرى مشربها لها غير هاد الزوج؟ المهم خلاصه القول البطن ديالها مملوء بالسحر الماكول والمشروب مغديه ما شاء الله. قلت لك شبعانه شبعانه شهية مسدوده مع الصباح، كتصبح شبعانه اصلا ما تاكلش ما تاكلش لا فطور لا، خصوصا بعد الفطور. الفطور ما تقدرش تاكل خير ان شاء الله. واخ دابا حمو انت كاين غير انت وخوك الصغير؟ لا كاين الوالده ديالي حتى هي معاكم. ولكن شكون هو الكبير؟ هو انت. شكون اللي كيحكم؟ انت. انا زيد. ولكن الوالده ديالي كثر غير هي، ما كايناش دابا. ما كايناش دابا، كاين غير انت وخويا. كاين غير انا وخويا الصغير. حول ولا قوة الا بالله، هادشي غير جرى وحدة. شو شدارت الله المستعان، لا حول ولا قوة الا بالله. هادشي بلا العين. العين هادي راه مسلمة لا شيئة فيها. واش اللي غادي دير لها هادشي؟ ما تكون حاسدة ولا طبيعي. العين العين راه كنينة بيضاء في الدار تربيها تضربها العين. هادي سحرت لها وموكلها الدفال نتاع الكلب. اعزنا واعزكم الله ودم الحيض اعزنا واعزكم الله.
وسحر مرشوش في العتبة وبزاف، ومدخلها عيشة ومدخلها الأستاذ حمو، وكتذبح لهم الدجاج الأسود كتضحي لك نعم سيدي، والشمع كتضوي لك شمع حمر، شمع حمر كل خميس حمر. يهودي يهودي يهودي، هذا سحر اليهود، هذا هو سحر اليهود. إذا التقى الدم والشمع والدجاج الأسود والشبط بين قوسين سحر اليهود، انتهت القصة. ودرا مش ما مرضتش، حلفت الجيران بالله قالت لهم بقات في حان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وخا بالله عليك اسمعني اسمعني اسمعني، أنا والله إلا باغي لك الخير، هذه غير البداية. شت هاد الحصة كلها غير كندردش معاك، والله هذا النهار الأول اللي بديت فيه الحصة صفر ديالي غير كندردش معاك، والله إلا بغيتك الخير. بالله عليك أنت جني ما شاء الله، وعندك عقل، وكرمك رب العزة جل وعلا بعقل، وبالله أعطاك ربي عقل. واش اللي عنده عقل يخدم سحر ديال دم الحيض؟ واش اللي كرم الله بالعقل يخدم سحر ديال الدفان تاع الكلب، اللعاب ديال الكلب؟ واش أعزنا وأعزك الله، ودابا أنت كبرت، ها أنت دابا كبرت، ترضى للنفس ديالك أنك تكون خادم بسحر ديال اللعاب ديال الكلب، ولا بسحر الدم ديال الحيض؟ يعني سبحان الله، حتى اللي كيخدموا هذا السحر العجب، والله إلى العجب، قمة الدل الحطاط راك فيه. وش هي الفائدة؟ وش هي الفائدة؟ فائدة وش هي الفائدة؟ وش راك مستفد؟ أنا ما عرفتش، هذا هو الإشكال. أنا بغيت نوصلك لهذا النقطة، غادي نقولوا ذبحت لك الدجاج كحل، نقولوا شعلت لك الشمع بالخميس، وهي شعلات، ومن بعد غادي تشعل وترضيك، تحس بواحد النشاط، أنت غادي يفوتك الشيء سعادة وفرحة، فهمت؟ ولكن بالله عليك كاينه شي فائده ملموسه راك مستافد انت منها؟ مستافد شي فائده ملموسه؟ واش هي الفائده الملموسه؟ عرفت حنان؟ كاين حنان بغيت تخرج هاد الطريق، حنان بغيتها تولي زانيه، تولي فاسده، حنان بغيتها تبرج، حنان جيت لقيتها مسلمه تؤمن بالله عز وجل، بغيت تبعدها على هاد الدين، ساعه صدقت هي بصراتك بهاد الدين، واضح؟ الى حقا كنت كتبغي حنان، حنان 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 لو كان كانت هي فيك ما دير لكش هذا الشيء لربما، لو كان كان مشرع للانس يدخل اجساد الجن كان متاكد 100% ما ديرهاش، حيت كنعرفها مزيان مزيان. ولكن ولكن حنا حنا بغينا نعرفوك مزيان، واش هذه طريقه راك عايش بها؟ هذه حيت عائلتي عايش الوقا، حتى انا هذه هي اللي قلنا في الاول، وجدنا اباءنا، لقيت الاباء ديالك وانت على اثارهم، ولكن حنا بغينا نخرجكم من الظلمات الى النور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عسى ان يخرج من اصلابهم من يعبد الرحمن ويهجر الشيطان. حنا بغيناك تكون تكون مع الحق، بغيناك تكون مع الخير، بغيناك تعرف الحق، بغيناك تتوب الله عز وجل، بغيناك تتعلق بالله عز وجل، ما تتعلقش بساحر حاسده. سبحان الله، كل شيء هذا شيء شر، الحسد ديالها شر، سحرها شر، انت منبعك من الشر. حنا بغينا نردوك للخير، بغينا نخرجك من الظلام الى النور، ما بغيناكش تكون كافر فاجر فاسق، ما بغيناش يكون المصير ديالك هو النار، ما بغيناش الختام والعاقبه ديالك تكون هي جهنم وبئس المصير، بغيناك الخير. ويشهد ربي اني احب لك الخير، ما بغيتكش تبقى على هذا الطريق. رب العالمين من عليك واحد المنه غادي تسال عليه يوم القيامه، انك دخلت لهذا الجسد ووجدتها تؤمن بالله عز وجل وبصراتك وعلمتك ورباتك وفهمتك أنك ظالم، واضح؟ وبصراتك بأن هناك رب خلق هذا الكون هو الله عز وجل، وبينت لك أن التعلق ديالها بهذا الرب اللي أصلا أنت ما شايفوش وهي ما شايفاتوش أعطى نتيجة على السحر ديالكم اللي يتجدد كل مرة وكل أسبوع، حقيقة أم لا؟ بصراتك أن اللعاب نتاع الكلب والسحر نتاع الجار والحسد ديالها والطعم اللي أكلتها ما عطاش نتيجة، المرض جاءها بإذن الله عز وجل لكن لم تتبرج ولم تخرج عن الطريق، ومشي زانية بإذن الله عز وجل، ما زال عرضها، ما زالت الحمد لله تحافظ على عرضها وتصون عرضها. انت واش استفدت؟ خصك تربى بهذا الحق، كل هذا السعي والأساس دياله كله أنها تخرج الطريق. لربما الدراسة لها دور، لربما تضعف وتمرض لها دور، ولكن يبقى الأساس أنها بغت تشفف جارتها، بنت جارتي خرجت الطريق، بنت جارتي زانية، بنت جارتي فاجرة، هي بوحدها اللي في ديك الصوبة عمرها ما وريها شي حاجة.
هاد البنت اللي راك في الجسد ديالها اللي في ديك الزنقة عمر سمعوا عليها شي حاجة ولا سمعوها بلي كتهضر مع شي دري ولا بالدارجة وأعزنا وأعزكم الله مصاحبة ولا عندها أنتيم ولا كتخرج في وسط الليل ولا كتلبس المزير وكتخرج سمعوها أنها بنت الأصل مربية خوتها وخا قصحوا معاها ومشي ديك هي الطريقة مهم تربات وعارف الدار وكتعرف الله عز وجل وتستحي أنها تبين الشعر ديالها وكتلبس اللباس الشرعي وفضفاض وتطيع الأم ديالها والإخوة ديالها وتصون عرضها هذا هو الأساس علاش مشات لها كما قلت علاش ما مشاتش للأخرين واش الفرق ما بين الستر والتبرج كاين شي حاجة تقدر تفسرها لي في هذا الباب أنت ما كتأمنش بالله بعيدا عن قانون الآلهة وأن الله موجود أنا اللي عارف الله هو أن مشات لها هي نيشان حسب الأوام الأخرى ثلاثة البنات في ديك الزنقة واحدة هربات واحدة أخرى حصلها أخوها واحدة أخرى هو خادير الخمار كيشوفها كتمشي مع الدراري ولكن هي بوحدها اللي عمرها سمعت شي حاجة ولا شافت عليها شي حاجة وبغات تشوف عليها وهي بوحدها اللي عارفة كاع الجيران عزازين عليها حنان حسد وأي واحد كيكون حنان ضريفة غي وهادشي ضرها في خاطرها بزاف وتا هي عندها بناتها ولكن عمرها سمعت عليهم بحال هكا زيد وهادشي اللي قالت ليا يعني الأساس في هادشي كامل هو تخرج الطريق هذا هو النمبر وان هذا هو الهدف الأساسي هذا هو الهدف الأول ولكن مازال ما وصلناش ليه وهو الأساس وما وصلت له ثلاث سنين انت على سوفرونس انت الدجاج لك حل وانت على الشمع كل خميس وما وفقكمش الله عز وجل وكان خويا وحتى آخر سمته محمد حتى هي حتى هو كان عزيز عليها عزيز عليه سالي بزاف كندخل باش زيد 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 كانت عزيزة عليا بزاف هو دابا مات شكون هو الجن ديال الأول الجن الأول مات علاش مات هي اللي قتلاته هاد البنت علاش قتلاته وكي دارت قتلاته كانت كتصلي في رمضان تحرق سمعوا كانت كتصلي في رمضان وتحرق وتحرق ومات وهذاك خوك وخا هو كان ظريف معاه وكان شي أدير ومع ذلك تحرق ومع ذلك تحرق كل مرة كتمشي دير التراويح كيموت بشوية بشوية تمام تراويح خايف حتى انا رمضان الجاي لي تكون نوبتي ما توصلش رمضان ان شاء الله باذن الله انت فيك الخير انت ما توصلش حتى رمضان انت ان شاء الله باذن الله تعمر المساجد تكون مصفوف المصلين في ذاك رمضان وخارج هذا الجسد إلا بغيت تعرف الحق ولو بغيت تكون مع الخير وعلى الخير إلا بغيت تعرف الحق هذا هو الحق اعتبر اعتبر إلا كان حق قصة أخوك محمد اللي مات وخا كان كيدير الخير لربما كان مسلم كيفاش تكون سميتو محمد وما يكونش مسلم ومسلم وتحرق غريبة شوية هذه واخا واخا حنا كان مسلم ظالم في الترافيك مزيان الله يتوب عليه نسأل الله أن يغفر له ويرحمه إذا كانت القصة حقيقية خصك تعتبر منها خصك تأخذ العبرة منها أنا بغيت لك الخير اتق الله عز وجل وكفانا ظلما السحر اللي في البطن ديال هذا يخرج بإذن الله عز وجل إن شاء الله غادي يخرج
بإذن الله عز وجل غادي يخرج، واللي في البيت غادي يحيد، ولكن بغيت لك الخير، ما بغيتكش تخرج مع هذا الجسد هكا على هذا الوضع، كافر عابد عند السحرة، كذاب ملعون، يغرقك بذبائح ودجاجك حلا ولا شمعة، وفي آخر المطاف تقف بين يدي الله عز وجل وتلقى الحساب والعقاب غالي وشديد وعظيم. توب الله عز وجل، سهلة جدا، فهمتني؟ والله إذا سهلة، والله الذي لا إله غيره إذا سهلة. شت الكفر صعب، الظلم صعب، الشر صعب، الخمر صعب، الزنا صعب، الحلال سهل. واضح؟ راني عارف. ملي راك عارف تقي الله عز وجل، بغيت تعرف الله عز وجل حق المعرفة نعرفوك به، بغيت تعرفو. أنا نعطيك واحد المثال بأن الله موجود. دابا أنا نعطيك واحد المثال. دابا أنت قوي، أنت قوي، بغيت نسمع، ما تهضرش براسك، كون ذكي، هضرب باللسان ديالك. أنا قوي بزاف. وأنا ضعيف بزاف. هذا الشيء اللي بغيت، أنا حيت أنا ضعيف بزاف وأنت قوي بزاف، والله عز وجل غادي نبين لك بلي أقوى منك. الله عز وجل هذا العبد الضعيف اللي دابا راه كيتكلم معاك غادي ينوض غادي يأديك، وكي غادي يأديك فكر انت بأنك قلت من قبل أنك انت أقوى، أنا ضعيف بزاف وانت قوي بزاف، وأنا دابا غادي ننوض نأديك، وديك القوة اللي ادعيت أنها عندك في بداية المطاف في هذه الجملة اللي قلتها من قبل، حاول تبين لي القوة ديالك كي غادي ننوض أنا دابا، تقدر؟ ارفع صوتك. ما نقدرش. علاش ما تقدرش؟ انت قلت لي شنو غندير؟ شنو غندير؟ غتقرا لي شي آية؟ لا ما نقراش عليك آية. انت قلت لي انت قوي، انت قلت انت قوي وبزاف، وقلت لك انا ضعيف، وقلت لي انت ضعيف بزاف، كاينه ولا ما كايناش؟ دابا انا بغيت نبين لك بانني ضعيف واستغيث وبقوي. غادي نوصف، انا غادي غير نبرهن لك، غير دليل، ماشي باغي نحتقرك ولا شي حاجه، مجرد انني بغيت نبين لك بان الله عز وجل اقوى منك، غادي نعطيك برهان ودليل وصف. يلا نوض، نوض، وقف، انزل للارض، انزل. واش قلت لي انت؟ واش انت قوي؟ يلا انزل، انزل، انزل. وانا ضعيف، شكون اللي قوي؟ انت. انا وصفي انزل. غادي نبرهن لك وصافي، ماشي هادي ما تأذيكش، ما تأذيكش. شكون اللي قوي؟ شاط. عاود عاود. شكون اللي هو أقوى؟ شكون اللي أقوى؟ الله عز وجل. أنا ضعيف. دابا أنت بديك القوة اللي عندك وبالسحر اللي عندك قدرت تدفع هذا الألم اللي نزل عليك الآن؟ جاوبني. دابا ديك القوة كلها اللي عندك قدرت تدفع بها ولو القليل من هاد الألم؟ واش قدرت تدفع بها الألم؟ جاوبني ولا غادي نوض نعاود. القوة اللي عطاها لك الله عز وجل، عطاها لك الله عز وجل كيف كيف باقي المخلوقات، بصح إلا ظلمت بها وعثيت في الأرض فسادا الله عز وجل يسلط عليك أضعف المخلوقات. سؤال، واش بالقوة اللي عندك وبدوك الدجاجات الكحل اللي كيدبحوا لك كل سيمانة وبدوك الشموع التي توقد في كل يوم خميس لك تمجيدا وتقديسا وتبجيلا لك، هل نفعتك في شيء؟ نفعتك الآن في شيء؟ أنا غادي نقول لك واحد الدليل قاع منطقي، قمة منطقية بيو صافي ستيك، وهو كالتالي. أنت قلت أنا قوي وأنت ضعيف، وأنا قلت لك سأستغيث برب قوي وأعانني ربي عليك ونزلتك الأرض وتألمت، واش قدرت الساحرة اللي هي صفاتك ووكلاتك ووكلت أخ ديالك ووكلت أمك ولا ما عرف عيشة ولا خالتك ولا ما عرف شكون، واش قدرت هاد الساحرة الآن تستخدم بها وتنفعك؟ أنا غادي نعطيك مثال بأن الساحرة ضعيفة وربي قوي، أنا غادي نوض نأديك وأنت تستخدم الساحر جوج تقدم لك شي حاجة، واش أظهر لك؟ لا لا. أنا نستغد، أنا استغد بربي وأنا ضعيف، وغادي ينصرني الله عز وجل عليك وغادي تتألم وينزل عليك الألم، وانت تستغث بالساحرة وما غادي يدير لك حتى حاجة. حقيقة ولا مش حقيقة؟ حقيقة، حقيقة ملموسة،
حقيقة واقعية وحقيقة ملموسة، وخصك تآمن بهذا الواقع. وشا؟ استحتيني. وشا؟ لا نوط. راسك خصك تبقى كيما كنت في الاول، كنت جبار وكنت طاغي وكنت بقى في ديك الصباغه اللي دخلت بها، ودوك الشوفات القاسحين ونعسها وبقى في ديك الصباغه. راه العنف يا امه محمد يا البشر، انسان وجينا شت العنف سهل، انك تكرفص وتعاني وتقاسي سهله، بصح باش تخدم العقل ديالك وتفهم صعيبه. نوض 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 نوض، جلس هنا. جلس 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 وتلقى الحل ديالك وجاوبني، واش هو الحل؟ ها؟ نمشي من هنا. تخرج طاعة لله ولن تعود، واي حاجة كاينة في هاد الجسد تخرج معاك. وأول حاجة بغيتها تخرج دابا في هاد اللحظة وفي هاد الدقيقة وفي هاد النهار، تعرف اسمها هي؟ السحر اللي في البطن ديالها. دابا غادي نعطيك دقيقتين تنفس فيهم تأدبا، ومراهم مباشرة غادي تنزل للأرض ونجيب لك السطلة، وبلا ما بلا ما تدير صبعها ما والو، غادي تطلع لي داكشي اللي في كرشها. واهو لا لا، أنا غادي نوريك على من غادي نقدر إلا ما بغيتش تتفاعل معايا ونوصل لك كل الحل. تقدر ولا ما تقدرش؟ علاش ما تقدرش؟ علاش ما تقدرش؟ شكون اللي مكل بهذا السحر اللي في كرشها؟ وانت اللي ياك انت كاين غير انت وخوك يعطيكم الخوه. وتكلم. ماشي انا لا تزول. كاين في البطن ديالها. واخا سيدي تخرجوا انت والاخ ديالك وما يبقاش ريحه تجيني في هذا الجسد، وانا ندير لها السفره ونخرج السحر اللي في البطن ديالها، ونقول لها سيدي داك السحر ماشي قاعد ديالكم. مزيان هذا الهضره. واخا تخرج طاعه لله دابا ولا تعاني وتكرفص. نخرج طاعه، اقسم بالله حتى نمرمدك، اقسم بالله حتى نتكرفص عليك، اقسم بالله حتى نبكيك من شده الالم، وراني غير دوقتك. هذه راه غير حليوه. نوض جلس انفاس ليا لهيا وتوكل على الله وخرج. وتخرج ولا انت كذاب بالعطر؟ الحمد لله والله خير الماكرين. يلا يلا، انا عندك الوقت بصح راكي غادي نوض، راه غادي نتعطل باش نولي نجلس. والله اش كي غادي نوض من هاد البلاصه، راه غادي ندير الروطار باش نولي نجلس فيها. راني كنخرج. راك تخرج؟ صافي تخرج قولها لي.
نستناك حتى ما عنديش مشكل. غنمشي فحالي. واه غتمشي فحالك، ولا ولات رجعت لعندي ولقيت بلي هاد البنت هادي باقا مريضه، ما نوصيك، ما نحكيلكش، ما نشرحلكش، ما نعبرلكش، ما نخليها هكا وصافي. يلا غادي نعرفك واش خرج جاي ديرها في راسك، وغادي نولي ندير لها الرقية ثلاثة ولا أربعة د المرات باش نتأكد. ما تنساش خوك جرو معاك. غادي نوض، غادي نوض، اصبر. اجي جلسي هنا اختي. جلسي جلسي. كتسمعيني؟ حضرة معايا؟ انا كنسمعك. غادي نسولك واحد الاسئلة جد دقيقة. شتي الراس نتاع ليبرا؟ بحال هكاك هاد الاسئلة اللي غادي نسولك خصك تجاوبني بحال هكاك. حسيتي بشي حاجة خرجت من شي عضو من الأعضاء ديال الجسد ديالك؟ منين؟ من رجلي. صبري وصفيلي، شوفي هضري هضري، وصفيلي وصفيلي، بغيت أنا نتيق بلي هاد الحاجة خرجت. حسيت بحال شي حاجة كانت حيلة قطعتي ليا رجلي وجبتي منها شي حاجة. زيدي وصفي أكثر، وصفيلي شي وصف طويل. خذي راحتك واشرحي. بحال هزيتي ليا شي بزاف الكيلوات من فوق مني. فين كانوا هاد الكيلوات؟ في الرجل ديالي و هنا فم المعدة. ها بحال خرجتي ليا شي بزاف ديال. دبرتي حاسة براسك خفيفة؟ بزاف. هضري بصوت مرتفع ووصفي لي مش حركة خفيفة. 100% 90% تسعد. في الأول من ديال أول مرة دخلت كنت دقدقة و فشلانة وعيانة وسخفانة، دابا نقدر كاع نقاز ونلعب. حسيت براسي خفيفة بزاف. متأكدة؟ والله. زيدي وصفي لي كتر، بغيت نتيق ما تيقتش. زيدي وصفي. أحس بالنشاط بزاف، بالسعادة. بحال أول مرة غنتولد. بحال لي وشا؟ بحال أول مرة غنتولد. بحال أول مرة غتولدي. بحال ما كنتش عايشة. دابا راك حاسة براسك عاد تزاديتي، متأكدة؟ والله عسي. وأنا أصلا ولكن مزيانة بزاف الحمد لله.
اللهم لك الحمد. يا والله ملك الحمد. راسك راه يضرك؟ براسك جديدة؟ حاجة ما كتضرك، كلشي كان كيضرك، كلشي بحال كناكل العصا ديال بزاف، ودابا كيوصل الليل حيت شي خمسرة ديال الناس كيضربو فيا، النظر عندك ناقص؟ نعم. وقبل ما تدخلي كان عندك النظر ناقص؟ شويه ديال بابا. ودابا؟ بعيني كانوا كيحرقوني ملي كنت بديتي كتبقى. ودابا؟ كانوا كيحرقوني بزاف، دابا عادي تحشمك. عادي فيت شي حاجة قدام. هاد الراحة عمرك حسيتي بها؟ بشحال هادي بزاف. بشحال معاهم تقريبا؟ بزاف، بحال ملي كنت صغيرة. عقلك رجع لبلاصتو بحال دابا كنعرف اش كندير، عارفة راسي فين انا، شكون اللي معايا، اي حاجة عارفة شناهي. الحمد لله، اللهم لك الحمد. يلا جلسي انفصلية. شي حاجة هذه المدة ديال 3 سنين الا درتيها كتمرضي اسمو هي بحال كنت كنتوضى كنغسل وكتجيني شي عكز، انا مع راسي بغسل وما كنمشيش نسلي. زيدي كان عندي التليفون كنتصور شعري ريال، كيجيني شي حاجه كتقول لي حطي ديك التصويره في فيسبوك ولا في واتساب. اي عندك شي تصويره تصورتيها في الدار ديالك شي سيلفي بالشعر عريان، كتجيك فكره تقول لك حطي ديك التصويره في فيسبوك. بزاف كثر من الحجاب كيعجبك راسك وتشوف راسك عريان ويشوفوك الناس عريان. زيد واخا شحال هادي انا ما كنحملش واخا ما كنحملش نبين شعري للناس. زيدي ملي كانوا ملي كيقربوا للامتحانات كنوجد ليهم مزيان كنحفظ، في الثلاث سنين الاخرى ما كيوصلوا الامتحان بحال ما بحال عندي بحال ما عنديش، كنسوقش ليه حيت انا دايره باك نهائي. كندير التكوين وسميتو، واحد المره كان عندي امتحان ديال التكوين خصني نوجد ليه مزيان، وهكاك ما وجدت ليه ما والو، تمشيت وكتبت غير سميتي وخليت ثلاثه الوراق يخاوين وخرجت انا الاولى، ما حسيتش زعما ما تقلقت ما والو، عندي فحال هادي. واخا قولي لي الاشياء اللي كنتي الا قريتيهم كتاثري فيهم بزاف. بحال شي صوره في القران الا قريتيها في الساعه تاثري. شي حاجه لا سمعتيها تزكي تغوتي تعلمي تاثري؟ الا سمعت شي صوره ولا شي صوره كتقرا على العين ولا سيدي ولا شفت شي فيديو كيقرا فيه على الحسد ولا شي حاجه قلبي كيتزير وتمتخنق. زيدي صافي كنحيدو عاد باش نرتاح. يلا غمضي عينيك وسمعي واحد شويه وشوفي واش غتحسي بشي حاجه، بصح عيشي معايا وسمعي مزيان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم أبطل أثر عين حاسدة تتمنى زوال النعم. 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 اللهم أبطل أثر عين حاسدة نظرت وما ذكرت، نظرت وما بركت، نظرت وما قالت ما شاء الله، نظرت وما قالت ما شاء الله. أثر عين حاسدة على حسن الخلق حاسدة، على حسن الخلق حاسدة. اللهم أبطل أثر عين حاسدة، اللهم أبطل أثر عين حاسدة على حسن الخلق حاسدة، على الدين وقوة الإيمان حاسدة، على الاستقامة والالتزام حاسدة. اللهم أبطل أثر عين حاسدة تتمنى زوال النعم حاسدة، تتمنى زوال النعم حاسدة. اللهم اطفئ حرها وأبرد حرها. اللهم أبطل أثر عين حاسدة نظرت وما ذكرت حاسدة، نظرت وما بركت حاسدة، تمنت زوال النعم حاسدة. اللهم اطفئ حر كل عين حاسدة، من الجارات حاسدة، من القريبات حاسدة، عليها جني حاسدة، تطل كل عين حاسدة نظرت وما ذكرت حاسدة، نظرت وما بركت حاسدة، نظرت وما قالت ما شاء الله، نظرت وما قالت تبارك الله. اللهم اطفئ حرها وأبرد حرها وأزل أداها وضررها وشرها. اللهم اطفئ حرها وأبرد حرها وأزل أداها وضررها وشرها. بسم الله تبطل كل عين، 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 يبطل كل عين، يبطل كل عين، يبطل كل عين نظرت وما ذكرت، تبطل كل عين نظرت وما بركت، تبطل كل عين نظرت وما قالت ما شاء الله، تبطل كل عين في العلم أصابت، تبطل كل عين في الذكاء أصابت، تبطل كل عين في الفهم أصابت، تبطل كل عين على التفوق على الأقران والزملاء أصابت، تبطل كل عين على التفوق على الأقران والزملاء أصابت، تبطل كل عين على النجاح
على النجاح في الدراسة وحسن الفراسة تطل كل عين على التفوق على الأقران والزملاء أصابت تطل كل عين على التفوق على الأقران والزملاء أصابت تطل كل عين في العلم أصابت تطل كل عين في الفهم أصابت تطل كل عين في الذكاء أصابت تطل كل عين في العلم أصابت تطل كل عين في الفهم أصابت تطل كل عين في الذكاء أصابت تطل كل عين في العلم أصابت تطل كل عين في الفهم أصابت تطل كل عين في الذكاء أصابت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب حل عينك كتسمعيني حسيتي بشي حاجة أجي جلسي هنا متأكدة ما حسيتي بوالو حسيت بوالو حلم هادي متأكدة حاولي بغيت نتيق أنا باللي أنت ما حسيتي بوالو هل سمعتك بحال ما سمعتكش يعني عادي عادي كنتي غير كتسمعي شي قران تأطري من الداخل ديالك كنت كنقلب ولا نحيدو ولا زيدي دابا عادي ما سمعتش ما دق عليك صدرك ما جاتك العشاء حتى حاجه ما جفتي ما ضرك راسك حتى حاجه قطعا جزما نهائيا ما كاين والو حتى حاجه الله يجازيك بخير راكي مزيانه بزاف 100% متاكده قبل من دابا كنحس براسي مزيان الحمد لله راني غير نتاكد صافي يلاه نوضي غسلي وجهك هنايا خرجوا وجلسوا هنايا طلق لكم سدوا الباب وما تخليو حتى واحد يدخل حتى تنصوني وجلسوا غير هنايا دخلت تغسل وجلس حدايا واه جلس انا حداك واه حيد هادشي وحيد لها دي الباب مزيان السلام عليكم ورحمة الله عيدكم مبارك مرة أخرى تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال الحمد لله رب العالمين يتساءل السائل دابا أنا قلتها وغادي نعاود نقولها مرة أخرى قمة التأكيد وش باقي لي ندير أخر قمة التأكيد أكدت قمة الأسئلة سألت الرقية درت البنت يعني لو كان الجيني اصلا كيكذب وكيتملق فالبنت كتقول لك جمله سدت كل شيء او ما هي حسيت براسي عاد زاديت عاد تولدت هذه ثالث مره نسمعها من مريض كيدوز لعندي هذه ثالث وحده كتقول هاد الهضره هذه شفت مادام وصلت انها قالت حسيت براسي عاد زاديت صافي ما بقى لك ما تقول واش كيضرك راسك واش كتحسي بشي حاجه واش غير نغزه اي حاجه قوليها الا ما كاين حتى حاجه ما كاين والو قل كل الاسئله اللي مطلوب نسال سالتها قال لي بنت شوفي الحمد لله رب العالمين السحر في البطن رانا تكلمنا عليه في الاول بلا ما يعلق عليه شي واحد غادي دير السفره وغادي تخرجوا باذن الله عز وجل واضح ورا الجن يحصن السحر في البطن حنا باذن الله عز وجل نعطيوها بروغرام وصافي باش تحيدوا واضيفوا الى معلوماتكم ان هذا سحر اسود واضح اضيفوا الى معلوماتكم ان هذا سحر اسود اللي كيفهم شي حاجه على السحر الاسود واضيفوا معلوماتكم انه باللعاب ديال الكلب انه بدم الحيض راه عندها واحد البروغرام موقص ديال العلاج غادي يحيد داكشي من البطن ديالها واضح البنت راه في احسن حال شوفيات قالت لك مشيت عند الطبيب نفساني وما دار لي حتى حاجه
عمرها قالت لك حسيت بهاد الراحه اللي حسيت بها؟ عمري حسيت بهاد الخفوفيه اللي حسيت بها؟ عمري وصلت لهاد الراحه اللي راني فيها دابا؟ واش نديرو شي حاجه؟ واش نخترعوا شي حاجه؟ قمه التاكيد. اما نقولها ومضمضوا بها فمي، نشلل بها فمي ويشهد بها التاريخ ويعقل عليها كل واحد راه كيسمع معايا الان. اتحدى شي رقي كيدير حتى التعامل اللي كندير الا من رحم ربي، لا انفي الا من رحم ربي. كياكد ويعاود ياكد ويعاود ياكد. واضيفوا الى معلوماتكم انني والله لن استحي وما كنحشمش وما عنديش عيب، لان الشفاء بيد الله. انا غادي نردها وندير لها رقيه امام الملأ، واضح؟ غادي نردها وندير لها رقيه وبث مباشر، واذكر بان هذه الاخت هي صاحبه كذا وكذا، وندير لها بث مباشر، واضح؟ يعني ما كاينش اشكال. حنا كنديروا الرقيه وكنبذلوا الاسباب الناجعه وننتظر التوفيق من الله عز وجل. كنتسناو دائما، كنتسناو التوفيق من الله عز وجل. والظاهر، الظاهر اللي هو ظاهر 99% فاصله 99% فاصله 99% ان الاخت توفيت، واضح عليها علامات الشفاء. صوتها تغير، راحه كليه، يعني نديروا كاع الجيني تخبى، تحس بثقل في شي عضو من اعضاء الجسم. لا وجود، ما كاين حتى حاجه، ما كاين والو، حتى حاجه ما كاينه قطعا وجزما ونهيا. صافي انتهت القصة، شفاء بإذن الله عز وجل. والسبب ديال هذا الشيء كله أنا غادي نقول لكم الإشكال فين كاين. الضرر والمشكلة والإشكال كاين في واحد المسألة، أن المرضى اللي مرضوا وصالوا وجالوا بين الرقعة مني وجبد عندي أنا وعند غيري وعند ناس أخرين وقبل مني ولا غادي يجي ديجا قال لهم راقي ولا قلت لهم أنا ولا قال لهم غيري، راكم تعالجتوا، راكي بريتي أختي راه خرج منك. ما كيكونش تأكيد مور الحصة، ما كيكونش حصص مور ديك الحصة. المريض كيمشي على اساس انه برا، شويه كيكتشف راسو انه مريض، كترسخ في عقلو ديك الفكره نتاع ان اي جن كيقول خرج راه كذب، ان اي جن كيقول خرج راه ماشي كل الجن كيف كيف. ركزوا، ماشي كل الجن كيف كيف، ماشي كل الحالات كيف كيف، ماشي كل الاعراض كيف كيف، ماشي كل الاصابات كيف كيف، ماشي النوعيات والاديان ديال الجن كيف كيف، ماشي الذكاء نتاع كل جن كيف الذكاء ديال الاخر. اكيد اللي راه فيه غير بلا بلا، بحالنا حنا العرب فينا غير الهضره وما كنديرو والو، واضح؟ واضح. كاين نقاط انا بعدا اكدت لي ان الاخت شوفيت مين هاي تكتبت وذكرتها قبل ما يكتبها هذا الاخ. هذا الصوت تغير، البنت كتقولك باغي نطير، هاكا تحس براسها تزادت ولدت من جديد، ما باقي كما تضيف، ما باقي كما تزيد. شوفيت شوفيت، الحمد لله، ندعو الله لها بالشفاء ونسال الله ان يكون الامر حقيقه وان الاخت شوفيت، مفهوم؟ نتاكد ونتاكد، وكنشكر ان ذوك الناس اللي كيركزوا لي على ناكدوا ناكدوا، غادي نبقى ناكد وراء كل حاله واقولها، والواقع يشهد بهذا والساحة تشهد بهذه والمرضى يشهدوا بهذا، أن حالات الشفاء قليلة وأن البركة قليلة وأن بركة القرآن وقعها على المرضى، والشفاء اللي كيقلب عليه كل مريض وكيضرب أكباد ومرارات وأمعاء الإبل باحثا عن العلاج قليلة، وأننا كي كنسمعوا شي واحد شوفي كنفرحوا، لأن هذا الشيء قليل. والسبب هو البعد ديالنا على الله عز وجل، السبب هو الضغينة والحقد والنوايا الخبيثة اللي في القلوب ديالنا، السبب هو الانسان السيره ديالو متسخه مع ربه ماشي مع البشر، مسخه مع الرب اللي خلقه، وكيبحث على الشفاء وكيدق ابواب السماء، واضح؟ ولهذا العيب فينا، نعيب زماننا والعيب فينا، وليس في زماننا عيب سوانا. نعيب زماننا والعيب فينا، وليس في زماننا عيب سوانا. نحن هم العيب، انا عيب، انت عيب، انت عيب، هذاك عيب. والله لو رجعنا أنفسنا حتى القورسنا أمة بأكملها ما طبقت شرعا من شرع الله عز وجل، ما طبقت سطرا من سطور الله عز وجل. أعطوني واحد شوية ديال الوقت، الله يجزيكم بخير، واحد دقيقة نكمل البت، مفهوم؟ العيب فينا، ما طبقنا شرع الله عز وجل، نحن المخطئون. مني وجبد أنا أتكلم، ما كان لا داعي للتملق، كنا مذنبون، الراقي نفسه مذنب وعاصي وله ذنوب وله، والله المستعان. كنا لنا دور، تعطي الشفاء عند كل مريض ومريضة في هذه الكرة الأرضية، نحن السبب. وضع يده على مكان الألم، المكان اللي لدغته العقرب الصحابي، وقرأ الفاتحة. وشوفي الفاتحة، آية الشفاء، آية التحرير، آية الجن، آية الدم، آية، حتى أن المريض اللي كيتبعك كتلقاه صافي ولا كيفهم، واضح؟ أين هي البركة؟ القرآن أخذنا منه مقتطفات، من كل القرآن وزعناه وصنفناه حتى نصل إلى الحل مع المريض، وما وصلنا. العيب فينا وفي الناس كلهم، العيب في أمة محمد، العيب فينا. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. احنا بعدنا الله، وديما كي كنقولوا هذا الكلام كيقول كي وكتلصقوا فينا أننا بعدنا الله. أنت ما في يدكش الراقي، ما في يدوش، والله وبالله وتالله لكنا مذنبون، والله وبالله وتالله لكنا عصاة مخطئون،
والله وبالله وتالله لو كان للذنوب رائحة ما تجلس معايا ما نجلس معاك. هتكون لو كان للذنوب رائحة لفر الناس من بعضهم. ما تجلسش مع أمك اللي ولداتك، أمك ما تجلسش معاك، ما تجلسش مع أخوك، مع أبك، مع صديقك، مع والله لو كان للذنوب رائحة، والله لو كانت تعلم النوايا ديال البشر أقسم بالله العلي العظيم لمصيبة. لو كانت تعلم النوايا ديال البشر لمصيبة، والله لمصيبة. لو كانت تعرف الخبايا نتاع القلوب ديال البشر مني وجبد لها مصيبة. احنا عصاة، احنا مذنبون، نقر بهذا، نصلحوا غير النوايا ديالنا، غير القلوب ديالنا نصفيوها ونغربلوها بشي غربة الرقيق. احنا عشقنا الدنيا، احنا كلهتوا وراء الدنيا. احنا الناس خلقنا لأجل الدنيا، خلقنا لمرضاة الله واتبعنا الدنيا. طلب الله عز وجل يصلح الحال ديالنا. أسألك يا ربي اللهم أصلح حالنا، اللهم أصلح حالنا. بركة القرآن رفعت، وهذا يقر بها القاصي والداني والكبير والصغير. بركة القرآن رفعت، بقي منها قليل، واضح؟ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمدنا ببركة القرآن. ودائما كنسأل الله واحد السؤال دائما كتسمعوه دائما، اللهم لا تعطل شفاء مرضانا بذنوبنا، حتى أنا أعرف نفسي أنني مذنب. وكنسأل دائما الله عز وجل ما يربطش الشفاء والمرضى بالذنوب ديالي، يجعل بيني وبين الذنوب والمرضى فاصل وحجاب، لأننا كنا عصاة وكنا مذنبون. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي كل مريض، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يزيل الهم والحزن والغم والضيق من صدر كل مريض، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم هذا الشفاء وهذا الفرحة نتاع الأخت تعم كل المرضى، كل واحد يحس بهذه اللحظة هذه. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكون الشفاء ديال كل مريض شفاء صادق. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم قبل الشفاء أن يردنا إلى صراطه السوي المستقيم. ونسألك يا ربي يا رب السماء والأرض، اللهم اهد قلوبنا، نسأل الله أن يهدي قلوبنا وأن ينقي قلوبنا وينظف قلوبنا من حب الدنيا ووسخ الدنيا وعفن الدنيا. نسأل الله أن يعلق قلبنا به، والله إذا تعلقت قلوبنا به أقسم بالله كسفنا الدنيا، كسفنا السعادة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أصلح حالنا واغفر ذنبنا واستر عيبنا، اللهم كن معنا ولا تكن علينا، اللهم اهد قلوبنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم كن معنا ولا تكن علينا، اللهم اغفر لنا ما مضى وأصلح لنا ما هو آت. يا إله ورب الأرض والسماوات، اللهم يا رب الأرض والسماوات نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم لا تعطل شفاء مرضانا بذنوبنا، واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واهد قلوبنا. اللهم أمدنا ببركة القرآن، وأنعم يا رب علينا ببركة القرآن. اللهم اشف كل مريض، وانزع الهم والغم والحزن والشقاء والتعاسة من صدر وقلب وجسد كل مريض. اللهم يا من تسمع صراخ المألومين، اللهم يا من تسمع صرخات المعذبين المرضى، اللهم يا من ترى ألمهم ووجعهم وضرهم، اللهم يا رب انزع ما في أبدانهم من ضر وضراء، اللهم ارفع ما بأجسادهم من بلاء، اللهم إنا لا نقوى على البلاء فارفع يا رب البلاء، اللهم كن معنا ولا تكن علينا، اللهم لا تعذبنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تعذبنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تعطل شفاء مرضانا بذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واهد قلوبنا، اللهم اصلح أحوالنا، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل، ونعوذ بك اللهم يا ربي من النار وما قرب وما أدى إليها من قول أو فعل أو عمل. اللهم إنا نسألك يا ربي فعل الخيرات وترك الفواحش والمعاصي والزلات والمنكرات. اللهم علي قدرنا بالقرآن، وارفع يا ربي شأننا بالقرآن، وانصرنا يا إلهي ويا ربي ويا سيدي على من عادانا وآذانا وانتهك أجسادنا وأبداننا بالقرآن. اللهم علي رايتنا بالقرآن، اللهم انصرنا بالقرآن، واشفنا بالقرآن، وداونا بالقرآن، وارحمنا بالقرآن، اللهم كن معنا بالقرآن، اللهم اصلح حالنا بالقرآن، واغفر ذنبنا بالقرآن، واستر عيبنا بالقرآن. اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا في الدنيا وفي الآخرة، اللهم اجعله معينا لنا في الدنيا وفي الآخرة، اللهم اجعله حفيظا لنا في الدنيا وفي الآخرة. لا إله إلا الله، وما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وربنا نعم المولى ونعم النصير. اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم، اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم شفاء لا يغادر سقما، ولا يبقي داء ولا ضرا ولا عينا ولا سحرا ولا حسدا ولا ألما. اللهم رب الناس أذهب الباس، أشف أنت الشاف، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، ولا يبقي داء ولا ضرا ولا عينا ولا سحرا ولا حسدا ولا ألما. اللهم رب الناس أذهب الباس، أشف أنت الشاف، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب الباس، أشف أنت الشاف، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما.
اللهم رب الناس أذهب الباس أشف أنت الشاف لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم صل على محمد في الأولين، صل على محمد في الآخرين، صل على محمد في الملأ الأعلى ليوم الدين. اللهم صل على محمد عدد ما ذكرك الذاكرون، وصل اللهم يا ربي على محمد عدد ما شكرك الشاكرون. اللهم صل على محمد عدد القطر والمطر، وصل اللهم يا ربي على محمد عدد الشجر والحجر. اللهم صل على محمد عدد ما طارت الطيور في السماء. اللهم صل على محمد عدد ما غوصت الحيتان في البحار. اللهم صل على محمد عدد أوراق الشجر. اللهم صل على محمد عدد حبات الحصى. اللهم صل على محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى يوم الدين. اللهم صل على محمد صلاة بها تنجينا، اللهم صل على محمد صلاة بها تشفينا، اللهم صل على محمد صلاة بها تحمينا، اللهم صل على محمد صلاة بها تحفظنا، اللهم صل على محمد صلاة بها ترعانا، اللهم صل على محمد صلاة بها تغفر ذنوبنا وبها تستر عيوبنا وبها تهدي قلوبنا. اللهم اصلح أحوالنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واهدي قلوبنا. اللهم استر بنات المسلمين وحجب بنات المسلمين. اللهم علق قلوبنا بحبك ولا تعلقها بحب غيرك. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا أن النار مصيرنا. اللهم كن معنا ولا تكن علينا. 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 اللهم أمدنا بجندك، اللهم أمدنا بجندك، اللهم أمدنا بعونك. بك نستغيث ولا نستغيث بغيرك، نسألك ولا نسأل غيرك، ندعوك ولا ندعو غيرك، نرجوك ولا نرجو غيرك. يا من إذا سألك السائل لا ترده، وإذا دعاك الداعي لا ترده. اللهم أجب دعاءنا وسؤالنا، اللهم أجب دعاءنا وسؤالنا، واغفر ذنوبنا واشف مرضانا واشف مرضانا. اللهم ارحم حينا وميتنا، واغفر لحينا وميتنا. اللهم اهدنا إلى صراط سوي مستقيم، اللهم اهدنا إلى صراطك السوي المستقيم، اللهم اهدنا إلى صراطك السوي المستقيم. آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الطاهر الأمين وعلى آله وأصحابه ما دامت السماوات والأرضين. اللهم زدنا صبرا على صبر، وأفرغ علينا يا ربي صبر. اللهم مرضى المسلمين زدهم صبرا على صبر، اللهم ارزقهم صبر وأفرغ عليهم صبر. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا، وانصرنا يا رب العالمين على القوم الظالمين، على القوم الكافرين، على الطغاة الملاعين. لا إله إلا الله، وما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وربنا نعم المولى ونعم النصير. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم رب السماوات والأرضين أن يشفيكم شفاء لا يغادر سقما، ولا يبقي داء ولا ضرا ولا عينا ولا سحرا ولا حسدا ولا ألما. اللهم يا فهم سليمان فهمنا، ويا معلم داود علمنا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما. ربي ما كان من صواب فمنك وحدك، وما كان من خطأ أو سهو أو زل أو نسيان في الطريقة أو القراءة أو النطق أو الكلام، فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسول منه براء، والله أعلى وأعلم. والحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الطاهر الصادق التقي النقي الأمين وعلى آله وأصحابه ما دامت السماوات والأرضين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.